امسيه طيبه مشاهدينا الاكارم عدد جديد من الطريق الى البرلمان دائما مع تسليط الضوء على العمليه الانتخابيه 24 ساعه لانتهاء العمليه الانظار والاهتمام الان منصب حول ما ستفرزه صناديق الاقتراع ومن سيحظى بشرف تمثيل الجزائريين تحت قبه البرلمان الاعلان عن ذلك الهيئه الوطنيه المستقله اختارت صباح الثلاثاء لتفرج عن النتائج الاوليه موعد بعيد وعلى الاعصاب سيعيش المترشحون و 48 ساعة أخرى ستكون مفتوحة على كل التكهنات. للحديث عن يعني الموضوع وإثرائه، أسعد باستضافة السيد أحمد زغدار نائب برلماني سابق وأستاذ جامعي. أستاذ أحمد مرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوة. شكرا للقناة على هذه الاستضافة. نعم إذا بعد 24 ساعة على غلق مكاتب الاقتراع، الآن المجال مفتوح للتكهنات حول ما ستفرزه صناديق الاقتراع. بالفعل تكهنات بدانا نعرف رسمية النتائج طيب. الرسميه ولكن كبدايه ولا قراءه اوليه حسب التصريحات التي تصلنا من الولايات وكذلك حسب الشبكه العنكبوتيه التي تنشر بعض المواقع لكل منطقه ولا لكل ولايه نلاحظ تعثر صراحه تعثر كبير للقوائم الحره للمجتمع المدني وكذلك العوده العوده القويه للاحزاب القديمه التي لها قاعده قاعده نضاليه على مستوى ولاياتها هذا ما لاحظناه في اول قراءه آه، الملاحظه الثانيه هو العزوف الكبير صراحه آه، كاول تجربه العزوف لي بنا... قال كلمته قال كلمته وتمنينا بنا... فيها آه، صراحه تمنينا بناء هذه المؤسسات الجد... الج... الج... الجديده بعد الحراك المبارك آه، تاع 22 في فبراير آه 2019 تمنينا بناء هذه المؤسسات ولكن ما لاحظناه انه عزوف كبير في خاصه في المناطق الكبرى الشماليه مقارنة بعض المناطق الولايات الداخلية التي تدخل فيها العروشية وكذلك الاهل كانت هناك نسبة متقاربة بين 50 36 كمعدلات مقارنة ببعض الولايات الشمالية وبعض المناطق التي كانت صراحة نسب ضعيفة ضعيفة جدا هل هو راجع لاسباب البروتوكول الصحي لأننا ما زلنا نعيش في كما تعلم المرض الكورونا <applause> الذي اثر كذلك على وكذلك الاحتقاد حتى الأحزاب والجمعيات لم تكن بالفاعليه الاقناع طريقه الاقناع وطريقه استقطاب الساكنه في من اجل المشاركه بقوه لبناء هذه المؤسسات هل هو لاسباب اجتماعيه اقتصاديه التي نعيشها صراحه وضع 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 بروتوكولي نعم. صحي وكذلك جانب اجتماعي واقتصادي وكذلك ممكن حتى الظروف المناخيه لان المناخ شفنا في يوم الانتخاب كانت الحراره مرتفعه جدا لكن هي ربما لا لا هي ربما ولكن شفنا لو توافق الس... لو توافقني استاذ آه. احمد يعني ربما تبريرات الجزء الكل كان يحلم بجزائر جديده. تشريعية الثانية عشر جوان كانت النافذه, النافذة التي ربما تقل بها الجزائر على ما يحلم به كل الجزائريون. بالفعل بالفعل. جزائر جديده يعني الاحزاب الكلاسيكيه والتقليديه تعود بقوه. ضاع حلم جزائر جديده؟ لا 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 ضاع الحلم وانما كما قال رئيس الجمهوريه مهما تكون النسب سوف نتمنى نتمنى م. ان شاء الله حتى لو كانت هذه النسبه قليله ان تكون هناك كفاءات لانه هو تحدي كبير ينتظر المجلس الشعبي الوطني ولا البرلمان هذا الجديد الجديد التاسعه. تت مثل انه تحديات اقتصاديه تحديات اجتماعيه وتحديات تشريعيه لبناء تلك المؤسسات التي ننتظرها لان اليوم انتهينا من مرحله بناء هذه المؤسسات التشريعيه سوف تاتي المرحله الثانيه وهي الانتخابات المحليه وكما تعلم الولائيه هي مرتبطه مباشره مع المواطن لهذا أن نظن حان الوقت كذلك للتفكير للتفكير من اجل استقطاب استقطاب السكينة من أجل الذهاب إلى إلى صناديق الاقتراع في المحليات ممكن اليوم التشريعيات خرجنا بهذا المجلس إن شاء الله تكون كفاءات كفاءات احسن من العهدات السابقه لما لا علما ان العهدات السابقه التي شاركنا فيها وكنا كفاءات ولكن الوضع الذي عشناه التي عاشته الجزائريه الجزائر اثر في في اعطاء صوره على النائب كانت يعني صورة سوداء صراحة شفنا تجاوزت ولكن للأمانة هناك نواب شرفاء نواب دكاترة أساتذة أطباء حاولوا بناء هذا بناء هذه الجزائر ولكن الظروف الظرف الذي كنا نعيش فيه والصراع الذي كنا نعيش فيه أثر سلبا ما أخرج وأفرز هذا البرلمان الذي عاش في أربعة حكومات وأكثر من مئة وزير وتقريبا ثلاثة رؤساء هذا يدل على أن البرلمان تاع العهدة الثامنة عاش في ظروف استثنائية نتمنى البرلمان هذا في العهدة التاسعة إن شاء الله يكون له أكثر حظ في 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 عملية التشريع وفي قوة اقتراح لان <applause> يعني اشكاليه في قوه الاقتراح اليوم ممكن للحكومه الهيئه التنفيذيه التي كانت التي كانت تستحوذ على الهيئه التشريعيه نتمنى ان الهيئه التشريعيه تصبح هي قوه الاقتراح وهي قوه المراقبه للهيئه التنفيذيه من اجل تكون شفافيه وتكون كذلك اقتراح معطيات من اجل النهوض باقتصاد الوطني اقتصاد متنوع لان اليوم هو التحدي اقتصادي بالدرجه أكيد الاولى نعم. اليوم رانا نعتمد على السعر نعتمد على الطاقه بيترون. البترول 97% لابد من الاسراع برنامج الحكومه جد به الحكومه في فبراير 2020 من اجل هو برنامج لكن جدا لكن الكرة, من أجل الكرة, الكرة الكره نعم كانت هذه الاحزاب التقليديه ثم عادت اليها الان في انتظار نتائج رسميه لا 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 ما ربما لن يتغير لان من... على حالها ب... لا شوف ما نقول حتى الاحزاب هذه لازم تتاقلم حتى الاحزاب نظن لازم تستفيد من التجربه حان الوقت ان تبرز انها ليست الاحزاب القديمه ان تبرز انها قوه اقتراح ان تبرز ان تعطي صوره كذلك صوره تاع وصوره لان الاشكاليه الثقه ما بين الشعب والاحزاب السياسيه لان محتاجين الى قرارات سياسيه حتى الهيئه التنفيذيه في تسييرها اليومي لابد ان يكون عندها غطاء سياسي والغطاء السياسي تاتي من الاحزاب ان الاحزاب هذه لازم تبني بيتها كما احنا نقول سيفري كانت هناك صراعات في كل الاحزاب في كل احزاب ان كانت احزاب احزاب وطنيه او احزاب اسلاميه ولكن هو المنطلق هو الجزائر اولا لان الجزائر هي رانا في مستنقع صراحه لازم نقوي الجبهه الداخلية. الداخليه لان الجبهه الداخليه الداخليه كما تعلم ما يجري بحدودنا وما يجري الوضع العالمي جيوسياسي فيه فيه كلام كثير وهذا لابد من توحيد ظروف الظروف الداخليه من احزاب سياسيه هو خط واحد الجزائر اول والجزائر آخر. خيراً. ثم نعم. تاتي الاولويات فيما يخص التسيير فيما يخص اقتراحات البرنامج الحكومه لمال ونشوفوا التركيبه نشوفوا الاغلبيه ممكن اغلبيه نعم. تكون اغلبيه لحزب ثم راح نشوفوا بالك ممكن الاشكاليه آه، انها تكون لي تشوف انه حتكون اغلبيه في ظل المعطيات المتوفره ما لا نظن ما تكونش اغلبيه في اعتقادي لازم يكون هناك تكتلات ما بين لا لا ما اعتقادي آه، صراحه القراءه اللي كنا نتمناوها قبل الانتخابات كنا نشوف ان القوائم الحره هي التي سوف تكون تكتسح تكتسح كنا نشوف نعم. اكثر من 200 مقعد ولماذا فشلت فشلت لان خطابها حو... العزوف شوف لماذا نكون واقعيين نعم لان هذه حتى هذه القوائم الحره هي كانت تقريبا هي لاحزاب اخرى هي لشخصيات كانت بارزه معروفه وثاني كان كذلك حتى صبحت الذاتية أكثر من من العمل الموضوعي لأن كانت هناك كفاءات شفنا كفاءات ولكن كانت تشتغل على حدة ما كانش تكاثف الفرص بيناتها والتوحيد البرنامج بيناتهم من أجل استقطاب حتى أصبحنا في بعض البلا في بعض الولايات أكثر من 73 قائمة نعم أنا أعطيك عين دفلة 73 الأندية 63 قائمة العاصمة كذلك. العاصمة 36 قائمة السلطنة 52 52 لا. هذه القوائم من تحت هذا الشخص هذا المواطن الذي يأتي إلى الاختراع في صعوبة صعوبة في اختيار أنا نظن حتى لابد من التفكير في في طريقة الانتخاب حد ذاته أعطي لي فرصة راح مباشرة القائمة بدون أخذ ما سهل العملية مم. أنا العملية استغرقت لي حوالي ست دقائق ست للحصول على الاوراق اذا شويه تعمل. ثم الاختيار والقائمه فيها وتتطلب كذلك الوعي وتتطلب ثانية لازم تكون عنده مستوى تعليمي في الاختيار الامر اللي شفنا القوائم في الفرز الاولي شفنا هناك عده قوائم تم الغائها لان عمليه الخط في غير المكان الصحيح تلغي الورقه لهذا نظن هذه كاول تجربه ان شاء الله ممكن السلطه لان هذا القرار يجعل السلطه راح تقيم هذا العمل ونظن مع مع المعنيين والاحزاب ممكن راح يديروا بالك صوره اخرى لقانون الانتخابات يكون اكثر اكثر تبسيطا شوف انه قانون الانتخابات يجب مراجعته لا 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 طريقه الانتخاب حد ذاتها انا نظن لابد من مراجعتها كتجربه اولى ربما شفنا وين قادتنا ممكن اليوم رانا شفت 73 ممكن كي نحكوا المحليات نكون عدد اكبر وفيها تطرح اشكاليه كبيره جدا هذا هو لان المحليات تختلف المحلية هي اللي عندها مم. الصدى اللي عندها هي تلبي حاجيات المواطن انا نظن هنايا جاء دور بان نعطيهم ما فرصه اليوم رانا شفنا فشل صراحه فشل ذريع لهذه القوائم الحره من جميع لكن لماذا ربما نفصل في ذلك لماذا فشلت؟ فشلت المقاطعه ربما شوف ماشي قضيه المقاطعه يعني المقاطع جات بدون برامج جاءت من عدم هناك من يقول ذلك لا لا جات برامج ولكن طريقه الاقناع ما كانش اقناع مم. شفنا طريقة حتى الإقناع في عملية استقطاب المواطن للانتخابات ما كانش، كانت لي سبوت تاع وزارة الداخلية على أزال الانتخاب يوم 12 ولكن لازم نشوفها من الأحزاب نشوفها من المواطنين التعبئة المجتمع المدني تعبئة المجتمع المدني كانت فاشلة صراحة، لم نره في الميدان، رانا في الأحياء ولكن عملية استقطاب لم تكن بالقوة التي كانت مطلوبة علما انه كان يتواجد حوالي اكثر من 2000 قائمه ولكن في الواقع انا شفنا لكن بعد النتائج بعد النتائج اللي يعني ممكن السلطه تتكلم عليها يوم الثلاثاء نعم تتحدث عن السلطه ربما ما كنت تتحدث عنه السلطه تحمل مسؤوليته لانها المخول الاول لا لا والمشرف على العمليه هو المشرف على العمليه راح تقيم انا نظن راح تعطي كل راح تقوم بعمليه تشخيص للعمليه بحد ذاتها ما هي الإيجابات وما هي السلبيات نعم وتشوفوا لكن هي اول تجربه لازم احنا نشوفها نعم اول تجربه ديمقراطيه اكثر شفافيه كما قال رئيس السلطه ممكن نجيبوا النتائج بالحلال، الحمد لله الاحزاب هذه حتى الاحزاب القديمه راهي جابت مناصب حلال كما هو بالمصطلح اللي يستعملوا م. رئيس السلطه هذه م. حلال، نتمنى وان شاء الله في المستقبل تكون اكثر اكثر وضوح واكثر تسهيل في عمليه الاقتراح في اليوم الاقتراح، لان انت من غير اليوم كي شفنا الطابور اللي كان في الصباح كان عدد وشفنا اقبال كبير من الشباب نعم وحنا في جاره العاده تلاحظ في المساء كانت هي الشيوخ دكور كانت هي تذهب لا. اليوم شفنا باللي حافظت على ل ل ل ل القوه تاعها والمناضلين تاعها اللي بقاو محافظين بالحزب تاعهم هذا هو تواجد حزب الافلان ولا التجمع الديمقراطي ولا حماس ولا البناء ولا المستقبل هي القاعده النضاليه تاعها الان كان اشكاليه الاحزاب الجديده هذه ما عندهاش فرصه باه تظهر ظهرت مباشره عندها حوالي شهر شهرين ولكن في الساحه الساحه الميدانيه لم تقنع ببرمجها نعم. وكذلك بمخططها السياسي فيما يخص استقطاب تلك الافراد ولا تلك المواطنين من اجل الاقتراع ربما ضيق الفتره يعني بين قانون الانتخابات الاعلان عن استدعاء الهيئه الناخبه حل البرلمان ربما ايضا لعب نعم. دور في ذلك لعب دور انا تمنيت صراحه هذا قرار تعسيد رئيس الجمهوريه ونحترمه نعم. لانه هو القائد الاول وكذلك آه كان كنا قادرين نروحوا بك ست اشهر احسن لان تعطي مده اوسع ربما ولكن ما حبيناش نبقاو في الفراغ باسكو الفراغ ثاني راه مشكل فراغ دستوري ثاني يعطي هذاك وكانت هناك كانت الناس تستعمل وكذلك تحاول ضخ اشياء سموم للجزائر ولكن الحمد لله حبينا اقل فتره وصلنا اقل فتره ولكن هذا هو ان شاء الله نشوفوا كفاءات لان احنا محتاجين الى دول الاهم وشفنا كفاءات موجوده في بعض القوائم نتمنى دوك الاشكاليه ممكن نعرفوا الاحزاب ولكن لا نعرف الشخص الذي فاز هذا هو الاشكاليه هذا هو الاشكال هنا مطروح ان شاء الله نلقى كفاءات تقدر تشرع كفاءات تقدر تعطي اضافات تقدر تكون قوه اقتراح هذا هو المطلوب اليوم لانني قلت لك تحدي كبير تحدي في الجانب الاجتماعي تحدي في الجانب الاقتصادي بالدرجه الاولى وتحدي سياسي كذلك م. بدرجه اوسع من اجل بناء هذه المؤسسات الدوله لان اليوم نتكلم على الجزائر الجديده او الجزائر حديثة نحدثها لان كلكسوا احنا موجودين منذ 62 بعد الاستقلال بناء هذه ممكن جانب سيري يختلف ولكن اليوم اكثر شفافيه اكثر ارتياحيه بالنسبه للمواطن في اعطاء حق الى اي قائمه الى اي حزب بهذه الظروف مقارنه من في السابق اللي كانت على اساس حصص ممكن اليوم الحمد لله الاحزاب حتى الاحزاب القادمة بينت انها ما متواجده ما زالت متواجده بقوه هي عندها وعاء ثابت ربما هو في ظل المقاطعه في ظل المقاطعه ايه في اتمنى ان شاء الله لما لا في المحليات الخروج بقوه قبل ان نتحدث ربما عن المحليات الخريطه السياسيه الان اتضحت ربما في انتظار نتائج رسميه الخريطه ربما بدات تتضح يعني المعالم انتهى انتح... المحليات <applause> راح تكون على نفس الشاكله ام انه تتغير انا نظن المحليات ممكن تتغير لان المحليات لا تطلب بالعمليه الاكثر لان المحليه كما تعلم بالنسبة ليست بال لان الباقي الاقوى اثر في بعض القوائم نعم 5% يعني لعبت دور في اقصاء عده قوائم حتى نعم. هذه النسبه اثرت كثير كثير في عده ولايات اتكلم عن العاصمه هنا اثرت كثير على القوائم أكي. الحره التي كانت موجوده على هذا الاساس أه نظن أه نظن حتى القوائم على مستوى المحليات سوف ترى نوعا ما انا اعتقادي سوف نرى عده قوائم حره انا اعتقادي لكن ربما تجربه القوائم الحره تعيد التجربه او تعد تجربة, تجربه فاشله يمكن تجربة لا ف... تجربه فاشله بالفعل لان يعني طريقه الاقناع ولكن ما الاقناع الصعب. ماذا بتقنع يجب؟ شوف مثلا نعم. على العاصمه بتقنع 57 بلديه صعب ولكن بتقنع في بلديه ممكن في امكانيه امكانيه سهله في امكانيه سهله مقارنه باسكو بلديه تضديها 1000 1000 صوت ديال البلديه نعم شفنا بعض البلديات 700 صوت ديال البلديه صوت دي نعم. معناه بمقارنه ب ب بولايه بتحول تحول ألف صوت صعب شويه نوعا ما انا نظن نلقى خريطه اخرى تختلف ولكن تبقى تحافظ على نفس السياق تاع الاحزاب المتواجده والاحزاب القديمه ربما الاحزاب التقليديه الجميع كان ينتظر ان يستلم المشعل منها ربما المشاريع عاود رجع لها التشريعيه الصندوق الصندوق عاود يعني ربما الفرصه انها تتواجد مره اخرى يعني هذه الاحزاب السياسيه حتى تحسن من الصوره لانه لا احد ينكر انه منذ 22 فبراير الى يومنا هذا مغضوب عليها هي مغضوب عليها الاحزاب الكبرى المعروفه حتى تحسن صورتها لانه هي عادت الواجهه ماذا يجب عليها الان؟ أنا نظن حتى حتى الشعارات بزاف يقول لك التجديد والتبديل احنا نجدوا نعم. لازم نحافظوا على اهميه التجديد سيوري اليوم رانا بعيدا نعم. عن الشعارات بعيدا عن الشعارات نعم. بارك الله فيك ولكن انا نظن حتى الاحزاب حذاتها اليوم هي راهي مطالبه بتعطي صوره اخرى صوره مغايره ما قبل 22 فبراير اليوم سيفري هي راهي مستهدفه من كل لا ولكن ننظر في الحقيقه الصندوق هذه الديمقراطيه هذه لعبه الديمقراطيه الصندوق عطالها ما فيها قاعده اروح شارك واقصيني الصندوق هو اللي يقصيني هو اللي يقصيني انت ما قصيتنيش ولكن انا مطالب اليوم بان نجيب الثقه تاع المواطن هذا اللي ما جانيش اللي ما نجيبو عاد نكسبو باذن الله نكسبه بماذا نكسبو بقوه الاقتراح نكسبو بطريقه ب بحكومه حكومه فاعله حكومه ناجعه حكومه تخدم مصالح المواطن بالدرجه الاولى حكومه تستعطب كل التنميه في نعم. كل الولايات معنى هناك توازن تنموي في كل المناطق المناطق الشماليه الجنوبيه الشرقيه الغربيه هي نفس, نفس المستوى وتوزيع الثروه على مستحقها بعداله نعم. هذا راح يجيب اكثر قبول ل لاستقطاب تلك الفئه التي كانت غاضبه او الفئه التي وانت تتحدث اربع هذه الفئه الغاضبه اكيد بعد النتائج سنجد فئه اخرى غاضبه لكن من نلوم المواطن لا يلوم الا نفسه لانه قاطع يقول بعضهم ما يقول ما, ما يقول ولكن نظن السلطه هي التي سوف نسمع منها النتائج النهائيه, <applause> النهائية نعم. والنتائج النهائيه نخل رئيس خولها كل الصلاحيات والقانون كل الصلاحيات بعد نورمالمون بعد اصدار النتائج ما عندهاش حق نتكلموا. أكيد. لان هي هي نتائج نهائيه ولا نطعن في هذه النتائج لان نطعن في وضع الضمانات في اول يوم وشفنا الانتخابات بعض 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 الولايات التي تجاوزت حدودها. نورمالمون ما نكونوش نوصل لدرجه لاننا في حريه الديمقراطيه نخلي يا خويا ما تشاركش ولكن ما تعداش على حق الاخر لان ما كانش حريه مطلقه داكور الحريه عندها مجالها مجالها ما مجال مطلق وانما مجال محدود اذا نحافظ في اطار القوانين الجمهوريه الجزائريه واليوم الحمد لله هذه كانت تجربة ان شاء الله وراح نمر ان شاء الله باذن الله الحكومه القديمه استاذ عندك صوره راح تكون يعني؟ الحكومه ربما ما فيما في مدى المعطيات المتوفره الان ما نقدرش نقول لك بالحكومه لان كما تعرف لكانت هناك اغلبيه بين برلمانيه و, و... و... رئاسية. ورئاسية رئاسيه رئاسيه تبقى بالوسيل الاول ورئيس الجمهوريه ولا كانت برلمانيه راح لهنا الحل في ذا المعطيات الحاليه يعني ربما الحالية ما هو متوفر. ما, ما توفر ذوك هو التكتل ممكن هذه الاحزاب تتكتل مع برنامج رئيس الجمهوريه نبقاو في نفس الإطار. الإطار نعم. فاهم الفكرة؟ ولا كانت هناك حزب دا حزب أغلبية ولا حزبين داروا تكتل وكذا الآخر، ممكن راح يشوفوا هنا حكومة وممكن م. هنايا نشوفوا في في تركيب الحكومة الجديدة، إن شاء الله تكون ذات كفاءات لأن صراحة اليوم لاحظنا هو تحدي كبير وشفنا عشنا. كما قال رئيس الجمهوريه قال لك فيها وعليها الحكومه اللي فاتت <applause> لان الوضع الوضع ثاني ما نشوف الوضع الاقتصادي العالمي وضع وضع خطير بعد الكورونا هو تقريبا فراغ فراغ في الانتعاش الاقتصادي انكماش انكماش في الاقتصاد تراجع المداخيل ولكن هكذا وشفنا تسير لاباس به صراحه تسير <applause> جاحة كورونا نشكر أنا أنا من هذا المنبر أنا نقول لك باللي مقارنه, مقارنة بالدول الحكومه وكذلك المجلس المجلس تاع العلمي <تصفح> للصحه كانت عنده طريقه لتسيير هذه كانت قرارات شجاعة في اكبر دول في اكبر الدول وزيد كذلك شفنا تحدي كذلك في الجانب الزراعي اكتفاء ذاتي نقول لك بعض الدول ما لقاتش من منين هذه هي <تصفح> وبعض الدول لم تصدر غلقت الصادرات تاعها فيما يخص بيع المنتوجات الزراعيه ولكن الحمد لله كان تحدي وشفنا نمو حتى الجريمة ليه هذا؟ لازم نحافظ على هذه الطاقات اللي عندنا هذا هو التحدي هو الأمن الغذائي والأمن الطاقوي حتى الأمن التقوي مهم، شفنا الصراع في بداية 90 وين تراجع سعر البترول اليوم الحمد لله في التعافي ولكن كان إشكالية أن يعني الإستهلاك راه يزيد، مم. لازم نروح للطاقات المتجددة بسرعة ولازم نبني إقتصادنا ولازم نديروا الإصلاحات اللي تكلم عليها رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، إصلاحات مهمة من أجل استقطاب تلك الأموال اللي عندنا سوق موازي كبير أكثر من 600 إيه مليار دينار قريب حوالي 50 مليار دولار مليار دولار إيه هذه لازم نستقطب تدخل في السوق السوق الرسمي باه تكون عندنا أكثر شفافية م. هذا هو التحدي بالدرجة الأولى وكذلك اليوم الحمد لله التعليم عن بعد راك تشوف رانا وصلنا ليه فيه ثاني فيه كلام حتى في م. التعليم كتجربة الحمد لله ما وقفناش الدراسة بعض الدول نعم. وقفت مشينا ولكن بنسبة هذا راح يأثر على كذلك على آه الاستيعاب على الطالب ولا حتى التلاميذ تاعنا لازم نرقي هذه الجوانب التقنيات الجديدة وطريقة الحداثة في التعليم بحد ذاتها اليوم هو تحدي عصرنا تحدي تكنولوجي. لك. هنا لازم نتماشى معه، أنا نقولها لك آه، الحكومة القادمة هي صح دارت مشروع كبير فيما يخص الرقمنة، فيما يخص الشركات هذه الصغيرة والناشئة في التكنولوجيا، وفرت لهم أموال من هذا الصندوق، ولكن دركا الكرة عند الشباب، عند المواطنين من أجل إبراز هذه هذه الأفكار. نعم. كي نبني هذه المؤسسات هو التحدي أنا نعم. قلت لك الاقتصادي عندنا بطالة كبيرة. لازم أن نحاولوا نقضوا عليها ربما هناك هناك امور مستعجله يجب القضاء عليها والمضيف المستع... عندنا عندنا مشكل تاع المياه لان الشح الشح في المياه لازم استثمارات كبيره في هذا الجانب عندنا عندنا خيرات في السياحه إذا إذا استاذ مسؤولية كبيرة تقع مسؤولي على على البرلمان الجديد البرلمان آه. ثم الحكومة ثم الحكومة و يعني البرلمان ربما يراقب أكثر يراقب أكثر الحكومة أكيد. ويكون فعال في الأسئلة تاعو في الطروحات هذا هو السؤال حبيت نطرحو ربما حتى يحدث التكامل كل يعني كل جهة تلعب دورها في السابق كنا نشوفوا أنه هيئة تنفيذية مهيمنة على الوضع شوف يعني والله العظيم يعني الوزير يروح البرلمان يعني ربما والله لا ما شوف والله غير للامانه انا وانت برلماني سابقا انا برلماني تحدثنا عن تجربه للامانه وكتجربه وكنت رئيس لجنه الماليه حاولنا وقدمنا درنا اقتراحات والحمد لله كانت اقتراحات تجوز صراحه قبل 22 فبراير كانت حاجه اللي كانت اوامر انا قلت تاتي اوامر فوقيه فوقيه من من الاحزاب يعني كنا تابعين الحزب كل الاحزاب كانت ولكن بعد 22 تحرر البرلماني بقوه صراحه وكانت هناك قوه اقتراح في بعض المشاريع وفي بعض التعديلات كانت تعديلات جاءت بها لائحه التنفيذ وكانت اسئله كثيره كثيره تطرح على, على الوزراء هذه آه للامانه وكانت هناك تجاوب مع الحكومه ولكن الظرف الاقتصادي والظرف الذي عشته الجزائر اثر على بد من عمليه التجديد نحن تقبلنا العمليه والقرار تاع السيد رئيس الجمهوريه في حل البرلمان الجزائر هي قبل كل شيء الجزائري قبل كل شيء نعم. إحنا إحنا رانا مسؤولين رانا اساتذه الدور تاعنا نعم. ماشي البرلمان قمنا بهم مهمه تشريعيه اليوم عندنا مهمه اخرى تكوين وهي أجيال. تكوينيه اجيال لما لا اولا جبنا التجربه البرلمانيه نغرسها في ابنائنا ان شاء الله لنا هم المستقبل لما لا هذا هي الكلمة نعم. تاعي صراحة في هذا الجانب ربما أستاذ الصورة كما ذكرت منذ قليل اتضحت نوعا ما يعني الأحرار ربما حتى مرة أخرى حتى يسجلوا حضورهم أي نصيحة تقدمها لهم مثلاً أنا الأحرار نقول لك الأحرار هي كتجربة طريقة الإقناع صراحة وميم طون في نفس الوقت توحيد توحيد الجهود أنا جهد ممكن أروح الحي وعندي نفس وفي بعض الأحيان نناقض بعضنا بعض لازم نحاولوا كيف نكونوا هذه القوائم الحرة ندير 20 قائمة ندير قائمتين فقط ونكون قوة اقتراح بقوة وكنت عملية استقطاب استقطاب من اجل تكون عندي ثقه ما بين المواطن وبين تلك القائمه هو الاشكال واش لاحظناه عمليه استقطاب الاقناع ما كانش هناك اقناع في جلب المواطن شفنا عمليه شرح برنامج وشفنا تقريبا ما يعرف بالفيسبوك ف... نعم ال مواقع التواصل التواصل كان هو يسرع إيه هو م. افتراضي لازم ايه. تحوس المقابله المباشره مع الشخص بحد بحي... ذاته اقناعه طريقه اقناعه هذا هو اللي مطالبين فيه والحمد لله ظهرت كفاءات اساتذه اطباء محامين ولكن في الميدان شفنا كل واحد وين نعم. ينتقد زميله ايضا طغت على, على القائمه المفتوحه, نعم. في الاختيار انا نقول لك طريقة حتى الاختيار بالطريقه اول اول شيء مقارنه في السابق كنا نديروا قوائم والممكن اللي يكون احسن هو في ظل الترتيب دوك ما يهمش الترتيب نعم. تكون في القائمه وانت روح اليوم في القائمه عندك 36 نتكلم العاصمه 36 36 كون رحنا في كل يومين فيه واحد يقنع بطريقته باسلوبه مم. نقول لك قوائم تروح بعيد اكثر واكثر مم. ولكن هذا يتطلب وقت هي في بدايه التجربه ربما التجربه اولى لها وما نطلبش انا قائمه حره اللي تظهر لي اليوم وانما اللي عنده افكار لازم يبني اللي عنده تصور من اليوم راه ممكن المحليات في شهر نوفمبر احتمال رئيس الجمهوريه لم يقول التاريخ محدد ولكن قبل نهاية السنة قبل, يعني نهايه السنه قبل نهايه السنه ممكن سبتمبر ولا كذا من اليوم اللي عنده حب بيكون رئيس بلديه او يكون في المجلس الولائي لازم من اليوم ينطلق في الاحياء الشعبيه في طريقه الاقناع لماذا هاي التجربه اللي شفناها في المجلس الشعبيه انتم ما شاركتوش لماذا ما هذه وفي نفس الوقت يعطي البرامج ويعطي ديجا يكون قريب عنده المشاكل المجتمع المدني لازم يساهم يتنظم. يتنظم أكثر. إذا كان يريد صح الممارسة السياسية ف... على قواعدها. وبدون بدون أنية راك تكلمت أنت. أنانية, آنانية نعم. آنانية بعيد عن الأنانية. بعيداً عن الأنانية يكون موضوعي وفي عملية الجهود تكون جهود جهد واحد في في طريق واحد هدف واحد لأن المحليات نعرفوا كل المشاكل تاع المحليات. نعرفوا كاع المواطن يبحث عن العمل يبحث عن الساحات الخضراء يبحث عن السكن م. يبحث عن الخدمه الخدمه الصحيحه باقل تكلفه هذه امور يعرفها المواطن م. ويكون وعود ما تكونش وعود كاذبه لان المواطن نعطيك ثاني فكره مهمه تفضل لان النائب سوقولو، له هذا الإشكالية حتى المواطن ما راحش لان في الاخير كنا نشوف بلي البرلمان هاو شحال المبلغ الاجر تاعو صبحت كلي انه البرلمان راح يخدم نفسه فقط وهذا خطا كاين برلمانيين صدقني اللي جاوا كانوا كانوا مدراء مؤسسات الاجر تاعو واضح فين كاين كاين اساتذه تلقاهم بروفيسور ثاني تقريبا هو نفس الاجر تاع نتكلم على نفسي كان مدير جامعه كنت مدير جامعه الاجر تاعي تقريبا يقارب يقارب الاجر البرلماني. نعم. البرلماني إذن اذا هذه ليست اساس ولكن سوقوا لها اكثر بال لهذا صوره سيئه صوره كان. سيئه جاء دور انتم كسلطه الرابعه كاعلاميين ان تسوقوا البرلماني الجديد ان شاء الله على اساس انه يخدم لهذا المجتمع وفي نفس الوقت تراقبوه حقيقه اي تجاوز هكذا لازم نراقبوه والحمد لله نظن حتى بالدستور الجديد حددها كذلك فيما يخص الحصانه، نعم. حددها انا كنت حنطرح فيما يخص الحصانه مقارنة الحصانه ما بقاتش حصانه دائمه نعم. وانما حصانه مرتبطه بالمهمه, بالمهمة الشريعية نعم. التي تقوم بها، ممكن هناك تجاوزات في الولايه تاعو ولا في العمل تاعو ولكن في اطار العمل فقط فقط شريعي. لهذا نظن حتى البرلمان راح يغير في اسلوبه وكذلك في هندامه وفي معاملته مع المصالح المحليه مع الولات ولا مع رؤساء البلديات ولا حتى مع المجتمع ولا الهيئات الامنيه لهذا نظن حان الدور انتم كاعلاميين باش تسوقوا الجديد ما نغطي باسكو عندنا فكره سيئه على البرلماني صراحه لهذا نظن حتى العزوف كان آه نعم. كان السبب قال كلمة العزوف قال قال كلمة حدد النتائج يعني انا يقول علاش رحنا عدنا عدنا نقطة صفر ربما عدنا صفر صراحة نعم. ولكن الحمد لله شفنا ان الاحزاب بقات حافظت على القاعدة نعم. تاعها ماء الوجه كما احنا نقولوا نعم. والخريطه السياسيه بقات كما هي تقريبا لم بقات كما هي يعني. لم تتغير لا نقول لم تتغير في انتظار النتائج الرسميه في النتائج الرسميه ربما الامور ولكن الحمد لله بقات بنفسها وهذا من اجل بناء المسلم ما نبقاوش بمؤسسات فارغه نعم. احنا اليوم مطالبين لان احنا رانا نقابل المجتمع الدوليه، لان حتى البرلمان عنده دور مهم، لان اليوم الصراع صراع افريقي، برلمان نعم. افريقي، اتحاد نعم. افريقي، اليوم احنا افريقيا البرلمان في كل يهاجمنا جا الوقت تاع البرلماني يهاجم يكون التموقع تاعهم في الاتحاد الافريقي، في البرلمان الافريقي، في البرلمان العربي، في البرلمان الاوروبي، هذا دور مهم نعم. لان السياسه الخارجيه مهمه، اليوم رانا نشوفوا تكالب على الجزائر، عندها مواقف الحمد لله، موقف كان واضح فيما يخص القضيه الفلسطينيه، موقع واضح فيما يخص الصحراء الغربية آه هذه مواقف آه ثابتة بالنسبة للجزائر وهنا جاء دور البرلماني أن يبرز تلك الافكار لان تقريبا غايبين حوالي ست شهور رانا غايبين من الساحه ورانا شفنا التنصيب الرئيس تاع الاتحاد الافريقي راحوا دي سيناتور وداروا الواجب تاعهم وتحصلوا على مناصب ولكن تبقى غير كافيه البرلمان فارغ يعني البرلمان فارغ, فارغ. <applause> اليوم حتى في البرلمان الاوروبي ثاني لازم يوصل الرساله <applause> لان شفنا بعض الاقاويل وبعض الاشخاص الموجودين في اوروبا يحاولوا يتكلبوا على الجيش الوطني <applause> الشعبي نعم. آه اليوم الحمد لله الجيش راه والصراع الموجود في الساحل صراع كبير نعم. نعم. وصراع خطير جدا والحدود تاعنا اللي تعرفها الحدود الغربيه البرلمان البرلمان عندها البرلمان عنده كمؤسسه عنده وزن كبير ان شاء الله اللي راح يوصلوا ليه يكونوا على قدر المسؤوليه اربعه انا اتمنى ذلك كما نعم. قال رئيس الجمهوريه نشوف ان شاء الله كفاءات نعم. كفاءات في الاقتصاد كفاءات في العلوم السياسيه كفاءات قانونيه كفاءات في الطب كفاءات في الصحافه في الاعلام نعم. هذا راح يخدم كاع في طريق نعم. واحد اولا نغير الصوره النمطيه اللي كانت موجوده نعم في السابق بصوره جديده معليش خمس سنوات تمر تمر نعم تمر بصوره لمحه البصر في يعني في لمحه البصر برنامج حتى اليوم رانا في اليوم نتكلموا على التشريعيات غادي نعم. نتكلموا على المحليات المحليات نعم. نتكلموا نعم. نعم. بعدها نتكلموا بعدها تجي التشريعيات نعم. التشريعيات نعم. هذا هو وان شاء الله نعم. نظن ان شاء الله يكونوا في المستوى نظن هناك امل ان شاء الله كبير نعم. إن شاء كلمه الله. اخيره استاذ احمد والله الكلمه الاخيره وش نقول لك املنا كبير في هذا البرلمان الجديد بكفاءته وكذلك بقوه اقتراحه فيما يخص المشاريع، ممكن هناك كان نقص من نحن من البرلمانيين، نظن البرلمان تحرر اكثر واكثر. ان شاء الله سوف نرى برلمان ليخدم هذا الوطن ويخدم هذه التحديات. هناك نصوص قانونيه سوف تاتي، تشريعيات ولكن حتى البرلمان هذا يطلب له عمليه التأطير. داكور. لازم له هاكي. تكوين صراحة لا. ما نقدرش نروح مباشرة لازم هناك هيئات كإعلاميين توما كهيئات, ثم كهيئات في ممكن على مستوى البرلمان في دورة تكوينية من أجل تعطيله في مدة ثلاثة أشهر أربعة أشهر يعطوا عملية تكييف ممكن هناك ناس مختصين لباس ولكن يتطلب لأن اليوم راح يقوموا في الجانب التشريعي في قوانين المالية عندنا قانون المالية 22 على الأبواب قانون الاستثمارات عندنا عدة قوانين قوانين فيما يخص العقوبات إلى آخره من أجل تكون عنده هذا البرلماني عنده فكره وتدخل في اطار تكامل ما بين السلطه نعم. التشريعيه والتنفيذيه التنفيذية. خدمه لهذا الوطن. نعم استاذ احمد زغدار اشكرك على حضورك معنا وتلبية الدعوه وعلى الشروحات التي قدمتها لنا. بارك الله فيك يا سعيد. نعم مشاهدينا الكريم كانت هذه بعض التوضيحات الخاصه بما هو متوفر من معطيات حول العملية الانتخابيه في انتظار النتائج الرسميه صباح الثلاثاء المقبل ان شاء الله. استودعكم الله في امان الله.